كبيرة لا تقبل القسمة على اثنين في دور خروج المغلوب من بطولة كأس العالم. ابقوا معنا، نعدكم بتغطية مميزة تليق بالحدث هنا مباشرة من ملعب الوسيل. جميلة جدا الأجواء هنا في ملعب الوسيل اللي يستضيف في مباراة اليوم واللي ننتظر منه الكثير والكثير في الحقيقة. تحياتي، محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق للتواصل معكم عبر هذا اللقاء. ولدينا اليوم مباراة مرتقبة في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، اليابان ضد كرواتيا. الآن تبقى 16 فريق في المسابقة وستبدأ أدوار خروج المغلوب واللي تلعب بحسابات خاصة. بعد هذه المباريات سيكون لدينا 8 فرق في المسابقة، دعونا نعرف من سيكونون. الفريق يطبق تكتيك الضغط العالي وهو تكتيك يتطلب مجهود بدني كبير جدا من الفريق في ارضيه الملعب، تتكلم عن فريق بالتاكيد يعرف ذلك ويهتم باللياقه البدنيه بشكل عام حتى تساعد على الضغط بشكل مستمر على حامل الكره، وبالتالي يجبره على ارتكاب الاخطاء واللي تجعله يستعيد الكره دائما بشكل سريع. والآن نستعرض تشكيلة منتخب كرواتيا. ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، ديان لوفرز سيلعب إلى جانب غفارديول في قلب الدفاع، ماريو بازلت سيبدا مع بيرزيتش في مركز الجناحين، وفي الهجوم يلعب أندري كراماريتش. ينطلق الآن الشوط الأول من المباراة. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. لوفرين، بورنا سوسا، أندري كراماريتش، وصلت إلى بيرزيتش، قرأها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. كوفاسيتش، تدخل ممتاز من المدافع، يقطع الكرة العرضية. الحكم يحتسب هذا الخطأ، هل سيكتفي بهذا القرار؟ شخصيا كنت اتوقع بان الحكم سيخرج البطاقه الصفراء في وجه اللاعب، لكن اكتفى هذه المره بالانذار الشفوي. على اللاعب بان يحذر في الوقت المقبل من هذا اللقاء لان الحكم قد يخرج الكارت الاحمر مباشره بعد هذا التنبيه. مينامينو، يفقدون السيطره هنا. عدة تمريرات جيدة، مدافع يصل في التوقيت المثالي ويبعد الكرة العرضية. مينامينو، ناكاموتو، اعتراض للكرة في مكان ممتاز. ماريو باسليتش يتقدم باتجاه المرمى. مودريتش،
الكرة من الوصول مرة أخرى إلى مرماه. أي روح قتالية يظهرها في هذا اللقاء. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. تسويب على العارضة. انطلاقة هجومية واحدة من جانب المنتخب الياباني. يا رب مستحيل هذا لا يحدث كل يوم. تصويبة خرافية في المرمى من مسافة بعيدة. هدف أول في المباراة. تقدم الأب بهدف مقابل لا شيء. تدخل يبعد الكرة إلى رمية تماس. بيرزيتش. أندري كرامريتش. فرصة للتعادل هنا. هذه كيف تضيع؟ واحد على واحد، انفراد في اللقطة الماضية، كان ممكن التعادل، لكن ضاعت الفرصة، مستحيلة هذه اللقطة. أندري كرامريتش. لوكا مودريتش. يسدد النار. مستحيل. ما الذي يحدث أمامنا؟ بعد التقدم أتى الرد سريعا ليتحقق التعادل. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء مثيرة. الله على هذه الأجواء. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. العرضية بدون خطورة في النهاية. ماريو باسانيتش. رمية تماس. انطلاقة هجومية وفرصة قد تكون واحدة هنا. فرصة لكرة مرتدة سريعة. كرة مرتدة وفرصة قد تشكل خطورة. الدفاع يعترض الطريق. تدخل ناجح لاستعادة ليفاكوفيتش. بيطير ويدافع عن مرماه. ركنية ملعوبة في 18. كرة لم تبتعد، ما زالت الخطورة قائمة. راية مرفوعة وتسلل قريب جدا. كوفازيتش. كرامريتش. التدخل الناجح هنا يأتي ويستعيدها من جديد. تمريرات في منتهى الروعة. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. كرامريتش.
إعادة الهدف، بداية البينية من مودريتش الخطيرة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط. نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. تمريرة بدون تركيز والكرة بتروح للفريق الآخر. حلوة الكرة، انظر إلى اللقطة، قد تشكل فرصة. الله الله، هدف هنا والرد يأتي سريعا هناك، ونعود إلى نقطة التعادل من جديد. الله على الإثارة. شوف إعادة الهدف، شوف التيكي تاكا الجميلة قبل الهدف، لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك، أظهر قوة كبيرة في اللقطة. بروزوفيتش لعبة هجومية متاحة، خيارات كثيرة في الأمام. ممتاز الفريق في نقل الكرات. تنتهي الخطورة هنا. أندري كرامريتش، تدخل واستخلاص لكرة خطيرة. كامادا ممتاز في التقدم، في اكتساب أرض في داخل مناطق المنافس. فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية مشاهدينا. يرفعها في وسط ال 18. انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية. كرة بتمر بجوار المرمى. لوفرين يتدخل ويستعيد. هذه هي فرصة هدف. الكرة في المرمى، هدف يعيد الفريق للتقدم في النتيجة. نشوف كرة الهدف مرة أخرى، خطأ كبير من الدفاع، يفقدون الكرة في مكان مرفوض تماما في هذه المنطقة، هدية على طبق من ذهب. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. كوفازيتش بتروح إلى لوكا. كوفازيتش حارس المرمى ببراعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. بينفذ الركنية. تصويبة افتقدت للقوة، وجدت طريقها إلى حارس المرمى. أوهو، خطأ من حارس المرمى، قد يعاقب سريعا. الحكم يحتسب ضربة جزاء. الحكم يشير إلى علامة الجزاء، كرت أصفر في هذه اللحظات.
قد تكون كرة تعزيز التقدم. حارس المرمى ينجح في التصدي لركلات الجزاء. تلعب في المنطقة من لوكا مودريتش. هجمة مستمرة مشاهدينا بعد إبعاد سيء. لم تعد هناك خطورة بالتأكيد. تمريرة رائعة خلف الدفاع. تصويبة بتروح. كرة بتخطى المرمى سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. الآن وقت إجراء تغيير والخروج لدكة البدلاء. ماجر بيرزيج. تمريرة رائعة هنا. الله على الارتماء من حارس المرمى. شوف التصدي. ركنية تنفذ بشكل قصير. لوكا مودريتش في لعب كرة عرضية. عرف كيف يمر، عرف كيف يتخلص. كان في فرصة خطيرة لكن امتياز في التدخل. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. وتنظيم الهجوم بطريقة ممتازة. قد تكون هذه آخر فرصة لتسجيل التعادل. تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى. أعتقد بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل في هذه اللحظات. لوكا مودريتش. تدخل ناجح مشاهدينا لاستعادة الكرة. حكم يحتسب تسلل مثير للجدل. الإعادة راح توضح وتبين هذا القرار. نلعب الآن في الدقائق الأربع الأخيرة. ماركو ليفايا. ثقة كبيرة عند الفريق في تبادل الكرة. الله على روعة التدخل في هذه اللقطة. ثلاث دقائق أخيرة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. ماركو ليفايا. والتدخل الناجح هنا في الاعتراف. وتأتي صافرة النهاية في هذه المباراة ورسميا يتأكد العبور للدور المقبل. تأهل مستحق مشاهدينا في النهاية بعد مواجهة حبست الأنفاس. واضح جدا التألق الهجومي والدور الكبير في حسم اللقاء والتأهل. وبالتأكيد يجب أن تكون هذه الإيجابيات مستمرة أيضا مع دراسة وتلافي السلبيات. أداء كبير وخرافي في هذا اللقاء.